نعم مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأفاضل، مشاهدي ومتابعي قناة الأيام الفضائية أينما كنتم، تحية طيبة لكم. برنامجنا متواصل حول التعرف بالمرشحين وكذلك الاطلاع على الواقع الخدمي والعمراني في مناطق أنحاء في جميع مناطق الموصل، سواء كان في غرب الموصل في قضاة اللعفر وكذلك شمال الموصل هنا في منطقة الرشيدية وكذلك في منطقة سهل نينوى. نحن الآن في منطقة الرشيدية، أحد المناطق المهمة في مدينة الموصل، ولكن أبناء تلك المناطق لديهم معاناة كثيرة ولديهم أوضاع إدارية أيضا يحتاج إلى من يساندهم لمرور أكثر من 20 سنة و25 سنة. لحد الآن لم يصل كثير من المسؤولين إلى هذه المناطق لكي يقدموا لهم الخدمات الأساسية اللي يتعلق بواقعهم يتعلق بحياتهم اليومية. معنا الآن أحد أبناء المنطقة سوف يتحدث لنا عن ما يعانوه على مر سنوات كثيرة. نعم، سلام عليكم. السلام عليكم. أولا أهلا وسهلا قناة الأيام. احنا عندنا هنا كثير يعني كثير اللي يعني مثل يعني نقص الخدمات، مثلا الشوارع مثلا اولا مستوصفات ماكو، واي خدمات ما عندنا هنا برشيديه. الشارع اللي فلشون يظل ظل ايام عندنا ظل، يعني ما حد يراجع عليه. يريدنا واحد هنا يراجع المنطقه الرشيديه ماكو. يعني هسه عندنا منطقه الشريخان قبه، ذول المناطق شوارع ضاله، هاي تقريبا ايش قصها تقريبا فوق شهور يقول باكر عقب باكر. لحد الان المستشفى مالنا مستشفى سينا خدماته صفر. عندنا مستوصف واحد هنا في منطقه الرشيديه، منطقه الرشيديه كبيره تعرف كبيره حيل كبيره، عددنا كثير يعني بالالافات، يعني كثير عندنا يعني في منطقه الرشيديه يعني 6 قطاعات، ما عدا 6 قطاعات عندنا بعد قطاع 7 8 راح تصير. ما عندنا مستوصف واحد عندنا هنا في منطقه الرشيديه نعم، خدمات صحيه. وعندنا هنا شوارعنا وعندنا يعني نريد مستشفيات، نريد مستوصف، نريد مدارس، نريد اي يعني اي شيء يخدمنا هنا بالمنطقه ما عندنا. شنو معاناتكم ويا المدارس؟ يعني سمعت بانه عندكم دوام ليس مزدوج فقط، هناك دوام ثلاثي. عندنا مزدوج وعندنا ثلاثي مدارسنا، يعني رحلات اول شيء المدارس رحلاتها صفر، يعني طالب فوق طالب قاعدين، ماكو شيء، يعني مزدوج ثلاثي عندنا، يعني مساء يروح ساعتين ثلاثه يرجع، يعني 3 مراحل، ماكو شيء. اهم شيء عندنا هسه المدارس هنا بالمنطقه الرشيديه، يعني هسه عندنا مدارس بنات والولد نفس الشيء. يداوم سويه. يداوم سويه. وعندنا يعني من تروح المدرسه، المدارس اللي تروح عليها خدماتها صفر، شارع صفر، مي من صفر امطار، طريق ماكو، مدارس ماكو، تعطل مدارس. يعني خاصة منطقتين المدارس القريبة هنا المقطع الثالث، المدرسة الابتدائية اللي ابتدائية يسمون المدرسة والله نسيتها المدرسة ايه لا قرقوين والقبة، يعني شريخان رشيدية، هالمناطق كلها صفر في صفر شوارع. نعم، انتم مزارعين يعني مأبا عن جد، خاصة منطقة الرشيدية ومنطقة قبة شريخان مشهور بالزراعة، هل يكون هناك اهتمام بكم؟ لا والله ماكو اي اهتمام، والله من يصير زراعتنا بخاصة البطاطا صفر في صفر، يعني يجينا من خارج البطاطا خطية، المزارعين يزرعون البساتين، من يجي وقت الحصاد وقت اسمه قلع صفر بطاطا، يعني مو ذاك السعر اللي يريدونه خطية، خسارة في خسارة جمعت البساتين. اكو واحد يعني يوصل صوتكم للجهات الخدميه او الجهات التنفيذيه او للبرلمان او اي منطقه او مثلا دوائر حكوميه، اكو واحد يمثلكم منطقتكم؟ لا والله ماكو اي واحد، ما حد يراجعنا، ما حد يمثلنا هنا، ماكو يريد واحد يمثلنا هنا، ماكو يعني لا بالزراعه لا بالتربيه لا بالصحه، ما حد، ما عندنا، الله عندنا. وأملكم إن شاء الله بالأستاذ ريان، يعني إن شاء الله أستاذ ريان إن شاء الله ما يقصر، وإن شاء الله العالم إن شاء الله تيجي هنا تتقبل ريان، إن شاء الله ما يقصر ريان ويمشي يركض قدام العالم العرف ما أعرف، يعني يمشي قدام إن شاء الله ريان أستاذ ريان. نعم، أيضا معنا أحد المواطنين في منطقة الرشيدية، معاناتكم شنو أنتم حاليا؟ خاصة نحن أيضا
المعروف أن هناك حملة إعمار كبيرة شهدتها الموصل وتشهدها حاليا، هل وصلكم أي شيء لحد الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نشكر قناة الأيام الفضائية على حضور هذا المكان. عندنا نقص كثير يعني من تبليط الشوارع، خدمات، ونقص حاد في المدارس والكوادر التربوية، يعني نقص فد مرة، ونقص بالمراكز الصحية. احنا حاليا نحتاج بناء مستشفيات في المنطقة، وخاصة الأمراض السرطانية، يعني أكثر الناس اللي عندهم أمراض سرطانية مكان ما يتعالجون هنا، وين يروحون؟ على المحافظات الجنوبية يتعالجون هناك، يعني ما ذاك الإمكانية، ما عندهم إمكانية مثلا يروحون للمناطق البعيدة من مصاريف وتكاليف المصرف، يعني حل ده نعاني من هالأشياء، ومحتاجين يعني بناء مستشفيات ومستوصفات وكوادر طبية، الأدوية، نقص حاد بالأدوية حاليا. ومن ناحية المدارس يعني محتاجين مدارس بكثرة، عدد منطقتنا عدد طلاب كثار، وكوادر تربوية نقص حاد عندنا بالكوادر محتاجينهم. وبالنسبة للشوارع صار يمكن 3 أو 4 أشهر حافرين الشوارع تاركينه، ماكو أحد يطالب به، ماكو أحد يشتغل به مثلا يقدم لنا خدمة. أي واحد راجع عليه يقول إيه راح يصير الله كرم عن قريب، بس لحد الآن هذا الشارع اللي يمشون بس يصير سايد واحد، يصير زخم ازدحام فد مرة بهذا الشارع. ونطالب من الحكومة المركزية والمحلية أن ينظرون علينا بنظرة أخوية، يساعدونا بحملات التبليط وبناء المستشفيات المدارس وتوفير الخدمات. نعم، معروف بأنه أنتم تعرضتم للتهجير خلال سيطرة داعش على المدينة. نعم. وتهجرتم، وهناك من تعرضت بيوته ومنازلهم، وأيضا هل لحد الآن تم تعويضكم أم لا؟ أنا واحد من الناس لحد الآن ما عوضوني، مقدم معاملة، وأغلب الناس يعني اللي تهجروا ورجعوا ما مستفادين لحد الآن أي شيء. اللي ما العودة المليون ونص لحد الآن أكو ناس ما مستلمين، وما التعويض الدار وآثاث اللي راح للسيارة لحد الآن أغلب الناس ما مستفادين منه. أكو أحد مثلا يمثلكم بالقبل سابقا في المجلس المحافظة وحاليا في البرلمان، أكو أحد مثلا من أبناء المنطقة يمثلكم؟ والله لحد الآن ما عندنا أحد يمثلنا، ما اللي يمثلنا مثلا إذا ناس وناس يريد واحد يحكي باسم الموصل باسم المنطقة يدافع يطالب بحقوقنا، ماكو أحد يطالب بحقوقنا. حاليا مرشحكم أستاذ ريان، يعني هل سوف يكون لكم دعم يعني من أجل إن شاء الله؟ إن شاء الله ندعمه بقوة، نحاول إن شاء الله يشتغل المنطقة ويفيد المنطقة إن شاء الله قدر الإمكان، إن شاء الله ما يقصر. نعم طبعا مشاهدينا الكرام، مثل ما سمعتم المنطقة منسية من قبل سواء كان الحكومة المحلية أو سواء كان من قبل الحكومة المركزية، لا صوت لهم ولا هناك أحد يهتم بهم، لكون ليس لهم من يمثلهم بالشكل الحقيقي لكي يقدموا لهم الخدمات. معنا الآن أستاذ ريان البياتي، طبعا مرشح عن قائمة تحالف حدباء الوطني، سوف أيضا يتحدث لنا عن سيرته الذاتية وكذلك عن برنامجه الانتخابي، وهؤلاء ينتظرون منه ماذا سوف يقدم خلال مسيرته إن تمكن من الوصول إلى البرلمان. نعم، سلام عليكم. عليكم السلام. الله وبركاته. بداية نشكر قناة الأيام لحضوره إلى منطقة الرشيدية وحق معاناة أهالي المنطقة. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية المرشح الأستاذ ريان علي رضا مجيد البياتي، من مواليد 1993، خريج بكالوريوس تربية رياضية وإعلامي ممثل حضارة الصحافة العراقية وعضو في منظمة UNDP دعم الخريجين، ومرشح من المجلس الأعلى الإسلامي المتحالف من تحالف الحدباء الوطني بقائمة 205 بتسلسل 37. في البداية نحن شاهدنا معاناة الناس ومعاناة أهالي المنطقة الرشيدية، ونحن بدورنا اليوم نوفر الخدمات لأهالي المنطقة الرشيدية
بلا خص، ونوفر لهم كل ما يحتاجونه. فهذه التحالف الحدباء الوطني هي تحالف التغيير وتصحيح المسار، وهذه التحالف هي تحالف البناء الأعمار وجلب حقوق الناس ومساندة المظلومين ومساندة كل فقير ودعم الخريجين والعاطلين عن العمل. نعم، شنو اللي دفعك بأنه ترشح نفسك في ضمن قائمة تحالف الحدباء الوطني وكذلك خاصة في منطقة الرشيدية؟ طبعا لي حافز كوني أنا شاب في منطقة الرشيدية. على العلم والطلاع أنا أصغر مرشح على محافظة العراقية من مواليد 93/4/11، فلي حافز وتشجيع من قبل الشباب ومن أهالي الناس ومن شيوخ العشائر من الوجهاء ومن أهلي وأقاربي وعمامي، فلهم حافز وأعطوني حافز المعنوي لدعم ووقوف بجانبي إلى ترشيحي من ضمن تحالف الحدباء الوطني لجلب حقوقهم، لكون هذه المنطقة عدم وجود أي خدمات في هذه المنطقة، وإن شاء الله نحن نكون حسن ظن الجميع. وهناك أمر مهم جدا هي أمر التربية. نحن اليوم نعاني من المدارس بالمدارس المزدوجة والثلاثية، عدم وجود بناء مدارس في هذه المنطقة لأن عدم إدخالها ضمن الخطة، ضمن خطة المحافظة لبناء مدارس، حتى إذا كانت المدارس الكرفانية مثل المدارس الصينية، عدم وجود هذه. طالبنا عدة جهات معنية ولم نستجيب الأمر من قبلهم، فنطالب من الجهات العليا وإن شاء الله نكون حسن ظن الجميع ونرفع هذه المعاناة في البناء المستشفيات، وخاصة ببناء مستشفى الطب والأورام الذري. هذه شيء المهم، وإن شاء الله أن في أسرع الوقت فسيتوفر هناك إشعاع لأمراض السرطانية في أحد المستشفيات الموصل، ويتوفر إن شاء الله الأدوية، وإن شاء الله يتوفر الجهاز الرنين في أحد المستشفيات الموصل بالأخص إن شاء الله. أبرز ذكرت نبذة عن برنامجك الانتخابي، على ماذا سوف يكون تركيزك خلال في حال مثلا وصلت إلى مجلس المحافظة؟ طبعا النقطة المهمة في هذه الشريحة هي نقطة دعم الخريجين، دعم الخريجين والتربويين، لأن نحن اليوم عندنا نقص هائل في المدارس، خاصة في هذه آخر تسوية، كون المدارس الرشيدية عدم وجود فيها من المعلمين والمدرسين، كلهم نقلوا من الداخل إلى الخارج ومن الخارج إلى الداخل، وبالعكس إلا اللهم أن يكون هناك حالات مرضية باستثناء. فإن شاء الله من خلال قناتكم أوجه إلى ناسي وأهلي وإلى الشباب أهالي المنطقة وبمحافظة النينوى بالأخص، سنعمل إن شاء الله هناك، سنعمل لجنة شبابية متفقة مع التربية النينوى بتشكيل لجان خريجين غير متعينين، في نعمل معهم على المدارس النقص اللي يحتاجها المدرسة، يحتاجها النقص البيئة النقص، فنشكل هناك لجان مثل المحاضرين المجانيين بدون أي مقابل، فلهم يكون أولوية في التعيين وفي العقود إن شاء الله. فيما يتعلق بجانب الإداري، يعني هناك بعض المناطق تابعة لمنطقة الرشيدية، وخاصة سكان المنطقة لا يعلمون هل تابعين للتلكيف وكذلك هل تابعين مركز قضاء الموصل، ما سوف يكون دورك في هذه المجال؟ نحن في البداية، نحن في الصراحة نحن إن شاء الله سنعمل ونطالب بهذه الأمر. منطقة الشريخان وقبة سنجعلها إن شاء الله وبحيل الله وبقوة رب العالمين وبجهود الناس الطيبين على قبة والشريخان سنعملها ناحية، فهذه من المتطلبات المهمة لأن كثافة العدد السكاني فيها هائل، وخاصة في منطقة الرشيدية. منطقة الرشيدية ما يقارب عدد السكان ما يقارب 32 ألف شخص. 32 ألف شخص ذكرت،
لحد الان فقط هناك مركز صحي واحد. هل في مناطق رشيديه مركز صحي واحد ومركز الوفاه لامراض السكري موجود، وان شاء الله ان شاء الله وبجهود الناس الطيبين بعد الصعود ان شاء الله سنعمل على بناء مستشفى مصغره لاهالي منطقه الرشيديه حتى ندعم بقيه المناطق، لان كون منطقه الرشيديه هي منطقه كبيره وعدد كثافه السكان بها كبير. نعم، ايضا هناك ايضا ذكر الاهالي بانه لحد الان لم يستلموا التعويضات، خاصه المنطقه تعرضت الى دمار وخراب وحرق، بالاضافه الى التهجير، لماذا لحد الان لم يعوضوا سواء كانت التعويضات عن الخراب وكذلك ايضا منحه العوده، هل سوف يكون لك دور في ايصال؟ طبعا قسم من المسؤولين والاساتذه في المنطقه الرشيديه او في غير المناطق الرشيديه طلبوا بالحقوق العوده، ومنهم طلع اسمائهم ومنهم بعد في الوجبات، الوجبه 31 ان شاء الله ستكون الوجبه الكبيره الموجود بها من ضمن اهالي منطقه الرشيديه واهالي قبه والشريخان ان شاء الله. نعم، الكلمه الاخيره، ماذا توعد اهالي قبه والشريخان وكذلك منطقه الرشيديه وهذه المناطق المحرومه؟ أوعدهم إن شاء الله بعد الفوز أن أكون حسن ظن الجميع، وإن شاء الله أن أكون خادما صغيرا لأهالي منطقة وبأخص أهل منطقة سادة أبو عويزة ومنطقة رشيدية وشليخان وقبة، وإن شاء الله القبة وإن شاء الله المحافظة بأكملها، إن شاء الله نكون عونا ويدا واحدا لنبني ونبني من جديد البنية التحتية ونوفر لهم كل ما يحتاجونها منها. نعم، شكرا جزيلا. نعم مشاهدينا الكرام، كما استمعتم هناك وعود من قبل المرشح الأستاذ ريان البياتي أحد مرشحي أبناء المنطقة المنكوبة في منطقة الرشيدية، متواصلين معكم في تغطيتنا حول البرامج الخاصة لمرشحي مجلس الأعلى الإسلامي في مدينة الموصل عن قائمة تحالف الحدباء الوطني تسلسل 205، فكونوا معنا. نعم مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأفاضل، مشاهدي ومتابعي قناة الأيام أينما كنتم، تغطيتنا متواصلة حول برنامج المرشحين وكذلك الاطلاع على الواقع الخدمي للمناطق التواجد. كان لنا جولة في منطقة الرشيدية وكذلك في مركز مدينة الموصل، الآن سوف نسلط الضوء على واقع قضاء تل أحفر. قضاء تل أحفر غربي مدينة الموصل من أكبر أقضية العراق مساحة وسكانا، عانت قبل داعش انعدام الخدمات وبعد داعش أصبح قضاء تل أحفر المعروف بقضاء مدينة الشهداء من خلال ما ضحوا من أجل قضاء تل أحفر خلال فترة عمليات التحرير مع القوات الأمنية، قدموا قرابين من أجل الوطن، والآن أيضا بعد عودتهم هناك سواء كان في تل أحفر وبعض المناطق في غرب نينوى كذلك شرق نينوى وشمال نينوى هناك إهمال وعدم الاهتمام بالمناطق.
من خلال تقديم الخدمات الأساسية لهم. معنا أحد شيوخ العشائر سوف يتحدث لنا عن معاناة أطراف الموصل وخاصة الأحفار وضواحي. نعم، سلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حقيقة نحن كمواطنين في محافظة نينوى وخاصة ما نعاني منه من نقص خدمات في عموم المحافظة وخاصة أطراف المحافظة. هناك نعلم لا يعلم الجميع، يعلم الجميع بأن قضاة الأفر من أكبر الأقضية التابعة محافظة نينوى، عانى ما عانى، ضحى من ضحى من الشهداء بآلاف الشهداء، ولكن بالمقابل هناك نقص في الخدمات في كل المجالات الخدمية والاجتماعية. فكمواطنين تل عفر وبقية الأقضية والنواحي في محافظة نينوى هناك نقص خدمات في كل المجالات، فنحن كمواطنين نعاني ما نعاني من مشاكل وحقيقة عديدة، وحقيقة عدة مرات في مؤتمرات عديدة طالبنا الجهات المعنية والحكومة المركزية والمحلية حول معاناة مواطنينا وجمهورنا، ولكن ليس هناك استجابة وليس هناك نوايا لتقديم الخدمات. حقيقة احنا في وقت داعش وبعد داعش حقيقة ذقنا الماء مرين من ناحية الخدمية والإدارية. فنحن نوجه رسالتنا إلى الحكومة المحلية والحكومة المركزية التفاتة ولو بسيطة لهذه الأقضية والنواحي. نعم، حاليا قائمة تحالف الحدباء الوطني المتمثل بكافة المكونات الموصلية المتواجدة في القائمة، ماذا تطالبون من القائمة؟ حقيقة قائمة التحالف الوطني يشمل كل شرائح المجتمع وكل الجهات السياسية والاجتماعية، ولكن مطالبنا يكون مطالب رسمية وشرعية من هذه القائمة والمرشحين بالذات من كل القوميات والأديان والأقليات الموجودة في محافظة نينوى، فيكون أول مطالبهم حول معاناة المجتمع خاصة في الأقضية والنواحي وخاصة قضاء تل عفر. قضاء تل عفر ذكرنا بأنه من أكبر الأقضية، ولحد الآن التعويضات كأبسط شيء لم يعوضوا، وكذلك منحة المليون سواء كان في قضاء تل عفر وبقية المناطق، يعني لماذا؟ وأيضا هناك نقطة مهمة، لحد الآن قضاء تل عفر وبقية المناطق ليس لهم هناك ممثلين سواء كان في البرلمان، وكذلك رغم بأنه أعدادهم ولكن ليس لديهم أي ممثلين في سلطة القرار. أستاذ العزيز، اليوم أسلفنا بأن هناك معاناة عديدة في كل المجالات، المواطن الموصلي في بقيتنا والنواحي والقرى والأرياف معاناتهم عديدة، من ضمنها الحقوق البسيطة من خدمات كهرباء والشوارع والصحة والمدارس، وإضافة إلى حقوق العودة بعد التحرير. حقيقة 1.5 مليون وزارة الهجرة والمهاجرين لحد ما لبت مطالب هذه الشريحة حقيقة، وإضافة على ذلك هناك نقص في ممثلين هذه المجتمعات في دوائر الدولة في مركز المدينة وفي حكومة المركزية. هناك تهميش واضح، هناك جهات أو أحزاب أو حكومة المركزية دائما ينظر بالقرى والأرياف المرتبة الثانية في الخدمات في الحقوق، علما بأنه شباب القرى والأرياف والأقضية والنواحي هم الأول ما يضحون، وأعطى الشهداء ما أعطوا حقا بالمئات بالآلاف الشهداء، بالمقابل ماكو تلبي حقا مطالب هاي الشرائح. نعم، هناك أيضا شيء مهم جدا لحد الآن، يعني في خاصة في قضاء تل عفر وكذلك حتى في يعني في منطقة سهل نينوى، هناك عدم تواجد القوات الكافية لحمايتهم، يعني هناك عدم فتح مجال لتطوع أبناء سواء كان في سلك القوات الأمنية وخاصة في الحشد الشعبي وهم بأمس الحاجة إلى هذا. حقيقة خلينا نكون واقعيين، اليوم لو نقارن نسبة التضحيات والشهداء اللي ضحوا من أجل تحرير هاي قرى محافظة نينوى، لو تقارنوا بالحقوق والمعاناة حقيقة 1%. اليوم
توجه الحكومي على هاي الأخذ والنواحي اللي كان هو هم المضحين أول المضحين ما أعطوا من دماء وأموال وممتلكات من أجل هاي المحافظة من أجل الوطن. بالمقابل حقيقة تقصير واضح في هذه الخدمات هذه المناطق وتلبية احتياجاتهم. نعم شكرا شيخ على هذه سعة صدرك. نعم مشاهدينا الكرام سوف ننتقل إلى أحد المرشحين عن قائمة تحالف الحدباء الوطني 205 الأستاذ محمد حسين آل مراد، سوف يتحدث لنا عن برنامجه الانتخابي وما سوف يقدمه لأبناء مدينة الموصل وكذلك سواء كان في قضاة الأحفر وبقية المناطق وخاصة القائمة يمثل قائمة المكونات وقائمة أبناء مدينة الموصل، فكونوا معنا. المرشح محمد حسين عباس آل مراد البياتي من قائمة الحدباء الوطنية 205 تسلسل 5 في نينوى، حاصل دارس هندسة معمار في جامعة الموصل، حاصل على بكالوريوس من الكوفة، ولدي العشرات من الدورات ودورات القيادة خارج العراق، وأعمل منذ سنوات في المجلس الأعلى للإسلام العراقي كمسؤول للفرع في تل عفر. قدمت لترشيحي في عضوية مجلس محافظة نينوى بعد اتفاق عشيرة المراد أكبر عشيرة في داخل مدينة تل عفر عددا، وتم تكليفنا بهذه المهمة من رئاسة المجلس الأعلى ومكتب انتخابات المجلس في بغداد. حقيقة الدافع الذي دعانا إلى هذه المهمة وهذا الموضوع، رأينا أن هناك شعبية لنا في هذه المنطقة، ومنذ التحرير وأنا أعمل مسؤولا لفرع المجلس الأعلى في تل عفر لم نقصر أحدا في أي جانب من الجوانب التي كلفنا به. ولذا اليوم لدينا برنامج انتخابي، ولكن الناس كما تعلمون لا يهتمون بالبرنامج الانتخابي كثيرا، يهتمون بذات الشخص. هل هذا الشخص صالح لأن ننتخبه؟ هل هذا الشخص سيوفي معنا، سيقف معنا إلى جانبنا؟ أنا دائما أقول وفي لقاءات انتخابية مع ابن العشيرة وخارج ابن العشيرة أقول لهم أنتم تريدون من يقف معكم. طبعا أولا يجب أن يكون لدينا الإدارة والكفاءة والخبرة القانونية حتى نصير عضو في مجلس المحافظة، وإلا بدون هذه المؤهلات أنت ما تقدر تصير عضو مجلس محافظة. بعد امتلاكنا هذه المؤهلات إن شاء الله تعالى نحن عازمون على تنفيذ وعودنا لجماهيرنا. وأنا من أكثر المرشحين في هذا القاطع لقاء، ولكن دأبت أنه هذه اللقاءات ما أنشرها في وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه أنا صراحة ما أحتاج إلى هذه الأمور حتى أدعو إلى نفسي شخصيا وعشائريا وكمجلس على موقعي في المجلس الأعلى، أنا معروف في تل عفر، وبالتالي لا أحتاج أنه أنزل لقاءاتي الانتخابية ولا إلى كلام انتخابي ولا إلى آخره. نحن عازمون على تمثيل أبنائنا في وأهلنا وأحبتنا في تل عفر، وعندما نقول نحن عازمون لدينا رؤية في هذا المجال هذا الصدد. الرؤية تتمثل أنه تل عفر حاليا ليست لديها تمثيل سياسي حقيقي. في الانتخابات الأخيرة انتخابات 10/10/2021 كان لدينا في داخل تل عفر 15 مرشح، مجموعهم حصلوا على 52,000 صوت، ولكن لم يفوز إلا امرأة واحدة بالكوتا. دائرة تل عفر كانت 4 مقاعد مخصصة لها وواحدة كوتا 3 رجال، فقط الكوتا صارت من حصة أهالي تل عفر. اليوم أهالي تل عفر كان لديهم نسبة المشاركة في الانتخابات الماضية نسبة معينة، أنا أعتقد أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات ستكون أعلى بكثير مما كانت عليه في يوم 10/10/2021. ولذا إن شاء الله تعالى نحن عازمون على أنه نمثل أهلنا في هذه المنطقة أولا،
ثم لا نقصر معهم في أي ملف من الملفات. لدينا ملف الرياضة والشباب في تل أحفر، نحتاج أنه نعمل إن شاء الله إذا نصل لمجلس المحافظة. وكتبنا، أنا كتبت شخصيا في صفحاتي الشخصية برنامج انتخابي ما يخص الرياضة والشباب. نحن على اهتمام، على تماس مع الإخوة الرياضيين والشباب خلال هذه المدة الست سنوات أو أقل الست سنوات كوننا مسؤول في المجلس الأعلى، ولكن عازمون على تنفيذ الفقرات الكذا. تل أحفر اليوم لديها فقط ملعب واحد لكرة القدم، يعني ملعب، قصدي الملعب الكبير 11 يعني، وهذا الملعب عبارة عن هبة من أحد دول الجوار، منحة هذه. فالحد الآن وزارة الرياضة والشباب منذ سنوات هيئت مكان أنه تقام ملعب 5000 متفرج، لحد الآن الملعب لم ينفذ وفقط أوراق وكذا. نحن عازمون على تفعيل هذا الملف. لدينا أندية في تل أحفر، الأندية تحتاج إلى موافقات سنوية، تدري الأندية تحتاج إلى دعم مالي، عازمون على تفعيل هذا الملف. بقية الفعاليات الرياضية يجب أن نهتم بها في تل أحفر. هذا ما يخص الرياضة والشباب، والحديث طويل طبعا، أنا جاي أقتصر. الموضوع الآخر موضوع الأجهزة الأمنية. تل أحفر منذ 2005 ولحد يومنا هذا لديها الآلاف من أبنائها في مسالك الشرطة والجيش، وإضافة إلى الحشد الشعبي، فعندنا الآلاف من، وبذلك إحنا أنا أعتقد أنه أحد أسباب خلق الرأي العام في تل أحفر أنه تكون قريب من الأجهزة الأمنية. وأنا بحمد الله تعالى ولدي برنامج يعني إن شاء الله اليوم مباشر راح نزله في صفحتي الشخصية وفي صفحة المجلس، ما قمناه في دعم أجهزة الأمن في تل أحفر، وما تواصلنا معهم خلال المدة الماضية، وما سنعمله إن شاء الله قادم. تل أحفر عدد سكانها حسب دائرة إحصاء نينوى في نيسان 2022 460,000، تل أحفر وتوابع. عدد سكان نينوى حسب المفوضية العليا للانتخابات اللي على ضوءها صارت لدينا 26 مقعد، 3,800,000، يعني تل أحفر تشكل نسبة كبيرة، ليست 7% كما اليوم تل أحفر تستلم حصتها من المحافظة. جاء نتحدث عن 460,000 نسمة في تل أحفر وتوابعها اللي هي زمار وربيعة وعياضية. فإذا يجب أن يكون لنا تمثيل في قيادة شرطة نينوى في كل مفاصل وزارة الداخلية العائدة لقيادة شرطة نينوى. لا يوجد مسؤول من تل أحفر، سعينا فيما مضى أنه يكون أحد نواب قائد الشرطة من تل أحفر، وسيد قائد الشرطة السابق اللواء ليت الحمداني وعدنا بذلك، ولكن الرجل تم إنهاء تكليفي من قيادة شرطة نينوى. سنعمل على هذا الملف أن يكون دور لأبناء شرطة، لأبناء ضباطنا المخلصين من تل أحفر أن يكون لهم دور في قيادة شرطة نينوى. فهناك عدة ملفات إن شاء الله سنعمل عليه فيما يخص الأمن وملف الأجهزة الأمنية. هناك موضوع آخر، مشكلة أخرى، هل تل أحفر تقريبا إن صح التعبير فيها غبن؟ قبل 2014 كان لدينا منتسبين نجدش، مرور، شرطة محلية، أفواج طوارئ، هؤلاء بعد النزوح كلهم اندمجوا في صفوف شرطة الاتحادية، وهم صنوفهم الأصلية لم تكن شرطة اتحادية. اليوم عندنا لواء التاسع ولواء العاشر، وبعدين في ألوية كثيرة هسه مو بس لواء التاسع والعاشر شرطة اتحادية، غالبيتهم من أبناء تل أحفر. اليوم نحن نسعى إن شاء الله، طبعا ليس عن طريق مجلس المحافظة طبعا، طبعا هذه قضية اتحادية، ولكن إن شاء الله عن طريق قيادتنا، عن طريق سماحة الشيخ الدكتور إمام حمودي، إن شاء الله بعد الفوز سنعمل على هذا الملف أنه نجد حل لأبنائنا أبناء تل أحفر من الشرطة الاتحادية. وإن شاء الله أنا وعدي لإخوتي في الشرطة الاتحادية في لواء التاسع والعاشر وبقية الألوية، عندنا المقاتلين في الفرقة الثالثة اللي هي لواء التاسع والعاشر، وفي الفرقة الخامسة عندنا أبناء من تل أحفر، فإن شاء الله نعدهم أنه سنتواصل مع سماحة الشيخ الدكتور إمام حمودي أعزه الله مع الوزير حتى نجد حل لهؤلاء الأبطال الذين، يعني أبطال نقول بحق نقول أبطال، من 2005 قارعوا الإرهاب، قارعوا تنظيم القاعدة، المفخات،
هؤلاء اليوم كلهم في شرطة، غالبيتهم في شرطة الاتحادية. نحن اختارينا قائمة الحدباء الوطني لأنها تمثل مكونات الحشد الشعبي. اليوم بعد عمليات التحرير والعودة لسكان نينوى، هناك مقبولية جيدة جدا للحشد الشعبي في نينوى بكل أصناف. طبعا لدينا فقط ليس حشد شعبي، لدينا حشد عشائري، مجموع منتسبي الحشد الشعبي في نينوى حسب ما أعتقد يعني أكثر من 26 أو هكذا عدد يعني من الشرطة، العفو من الحشد الشعبي. قسم قليل عندنا حشد شعبي والأكثرية حشد عشائري. فإذا نينوى بكل أطيافها ممثلة في الحشد الشعبي، وهذه القائمة قائمة الحدباء الوطنية كل مكونات الحشد موجودة في هذه القائمة. يعني الحمد لله تعالى أنا أستشف من كل لقاءاتي أنه الجماهير متوجهة للمرشح محمد حسين البيات. أسألني ماذا؟ هناك موضوع أنه إمكانية الفوز، الجماهير الناس تريد تقف مع من له أهلية الفوز، من له أصوات كافية للفوز. والحمد لله نحن نتمتع ومرشحين من عشيرة كبيرة، وهذه العشيرة أصواتها كثيرة بالآلاف، وسبق أن هذه العشيرة وقفت مع المجلس الأعلى في أكثر من انتخابات البرلمانية طبعا السابق. فأملنا كبير، أملنا كبير أنه إن شاء الله نتصدر قائمة الحدبان، مو فقط في تل أفراح، في نينوى كلها. أمل كبير أنه حسب الاستقراء، حسب اللقاءات الجاية سوي، حسب استقراء الآخرين، حسب معطيات الشارع التلعفري، هناك إقبال كبير وتوجه كبير لمرشح المجلس الأعلى محمد حسين عباس آل مراد البياتي أن يكون هو الممثل عن أهالي التلعفر في مقعد مجلس المحافظة القادم بإذن الله. أنا سأكون قربان فداء لأبناء تلعفر والذين سوف يشاركون في التصويت لي. لدينا اليوم عقود، تدرون أنه في موازنة 2023 كان هناك 150 ألف عقد، هذا الموضوع تأجل لما بعد الانتخابات، حصة 217,050. نحن عازمون على أخذ استحقاقنا، استحقاق أهالي تلعفر من هذه العقود، وثم توزيعها بالتساوي، وخاصة شريحة الخريجين وكذلك العاطلين عمل الذين فاتتهم الفرصة. يعني تدري يعني مو فقط أصحاب الشهادات، عندنا ناس يحتاجون إلى موظف خدمة، حراس، حرفيين، سواق. سوف نسعى إن شاء الله تعالى على إيفائنا بوعدنا أنه أهالي تلعفر إن شاء الله سوف نستحصل حقوقهم من هذه الكذا. عندنا اليوم 2500 درجة وظيفية في تربية تلعفر، وحسب ما سمعت ووصل إلى مسامع أنه تأجل الموضوع لما بعد الانتخابات. نحن عازمون على أنه يكون هناك تمثيل حقيقي لأبناء تلعفر ومن قاموا بدعمنا وترشيحنا، أن يكون لدينا حصة كافية وافية في هذه 2500 درجة وظيفية مخصصة للتربية. لدينا الموضوع مفسوخ عقود في الحشد الشعبي، طبعا كان هناك 31 ألف درجة وظيفية مفسوخ عقود، وأتصور هناك أمل أنه بعد الانتخابات مخصص ل يعني مئات الدرجات الوظيفية، حسب ما سمعت من أحد قادة الحشد الشعبي الذين زاروا تلعفر أن هناك أكثر من كذا مئة إن شاء الله سيضاف إلى لواء الحسين الحشد الشعبي. سوف نكون جادين وساعين على أنه جمهورنا، ناسنا، أهلنا، أنه يكونون ضمن هذه الدرجات الوظيفية في الحشد الشعبي بعد الانتخابات. هناك غبن، هناك مظلومية، هناك حيف، وهناك تعمد من قبل محافظ نينوى والمحافظة لتهميش آل تلعفر. اليوم وقلت لك وأكرر، تلعفر لديها 460 ألف نسمة من مجموع 3,800,000 في نينوى. ليس لدينا لا معاون محافظ ولا مستشار محافظ، وليست لدينا مدير قسم في محافظة نينوى. فيا سيد المحافظ، يا من كنت هنا مديرا للشرطة وقائم مقام، وأنت
أهل أنه تعرف التل أحفر وتفاصيله وجهادها ومقاومتها للإرهاب ووقوفها مع الدولة العراقية بعد التغيير. هل من المعقول أنه تل أحفر ما بي ولا منصب؟ مسؤول قسم ما موجود في محافظة نينوى؟ معاو محافظ ماكو؟ مستشار محافظ ماكو من تل أحفر؟ لماذا يا سيد المحافظ؟ حتى عمال التنظيف في تل أحفر، حتى عمال التنظيف في بلدية تل أحفر إذا قسناه إلى أحد النواحي ما أسميها، أحد النواحي ترى أنه نسبة تل أحفر لتلك الناحية أقل الربع حتى عمال التنظيف. تل أحفر صحيح أكو بعض طبلة الشوارع، نينوى كلها بها طبلة شوارع، ولكن ليست هناك مشروع استراتيجي في تل أحفر. لواء مستشفى الحسين اليوم غيروا اسمه، طبعا مستشفى تل أحفر العام، متلكئة التنفيذ. إذا أنا أدعو أهل تل أحفر، شبابنا، نسائنا، كل عناوين أهل تل أحفر، الإقبال إلى صناديق الاقتراع وأخذ حقهم عن طريق الانتخاب، عن طريق التصويت، عن طريق ترشيح المؤهلين، حتى نصل إلى مجلس المحافظة. نحن نتولى دفاع عن أنفسنا، لا نطالب المحافظ. أنا إذا كنت عضو مجلس محافظة، وتدرون أنه حتى موقع نائب رئيس مجلس المحافظة من حصة التركمان، كما طبعا العرف موجود في كل التقسيمات المناصب في كل العراق. في نينوى نائب رئيس مجلس المحافظة في الدورة الأخيرة، دورة 2013-2019 مجلس المحافظة، كان هناك نائب رئيس مجلس المحافظة من تل أحفر. إن شاء الله بإذن الله نحن سوف ندافع عن حقوقنا في تل أحفر. هناك كثير من الوعود، لا أريد أنه أعطي وعود أهل تل أحفر، ولكن في بالي، في مكنون ضميري، مجموعة مشاريع، مجموعة كذا. كان لدينا لحد 2016 اثنين من مدراء عامين، مدير عام الصحة نينوى ومدير عام التربية نينوى من تل أحفر. اليوم احنا ما عدنا اي شيء، درجة مدير ما عدنا فيه في نينوى. كان عندنا مدير تقاعد نينوى من تل أحفر، الأخ الأستاذ دحام، أزاحوه من موقعه. فإذا أهل تل أحفر مدعوون أنه ينتخبون ويتوجهون إلى صناديق الاقتراع لهذه المظلومية، قلت لك مظلومية، وحيف تعمد من محافظ نينوى والقائمين على المحافظة لتهميش أهل تل أحفر، تهميش كل المناصب، مدراء عامين لا يوجد مدير عام، معهم مدير عام لا يوجد من تل أحفر، مدير دار لا يوجد من تل أحفر، معهم قائد شرطة ما موجود من تل أحفر. كان لدينا مدير عام مرور نينوى الأخ عميد عدنان الحيالي من تل أحفر، طلع تقاعد، راحت المنصب لغير مكون في محافظة. فإذا من هذا المنطلق، من هذه المظلومية، إن شاء الله سوف تجد إن شاء الله، وأنت والمتابعين الآخرين والجمهور الذي الآن يسمعوني على هذه القناة الكريمة، قناة أيام الفضائية، أنه سيكون هناك إقبال جيد جدا لأبناء أهل تل أحفر في انتخابات مجالس المحافظات. كلمة الأخيرة أقول أن تل أحفر موحدة. تل أحفر عندما نتكلم عن تل أحفر لا نتكلم عن تل أحفر مجزأة، تل أحفر نتحدث عن تل أحفر كتلة واحدة، تل أحفر كل على رأي واحد، بغض النظر عن انتمائهم العشائري والمذهبي. تل أحفر اليوم تل أحفر صوت واحد، توجه واحد إن شاء الله تعالى. ونحن عندما ندعو أو نتحدث عن برنامج انتخابي لا نقتصر على منطقة دون منطقة ولا عشيرة دون عشيرة، نتحدث للجميع، لكون أن أهل تل أحفر متفقون من حيث الكلام والقلب أنه إن شاء الله تعالى توجههم واحد، وهو استحصال حقوقهم المشروعة عن طريق صناديق الاقتراع. نعم مشاهدين الكرام ومتابعين الأفاضل، مشاهدي ومتابعي قناة الأيام أينما كنتم، تحية طيبة لكم. اليوم نحن هنا في مركز مدينة الموصل، مدينة الحدباء أم الربيعين، ما عانت من ويلات عصابات داعش الإرهابية وقبلها تنظيم القاعدة، حيث الإهمال والتقصير
وعدم تقديم أي خدمات أساسية للمجتمع الموصلي، سواء كان من أبناء مدينة الموصل في مركز المدينة وكذلك في أطراف مدينة الموصل. كان لنا جولة في قضاء تل أعفر وكذلك منطقة الرشيدية لتعرف الناس ببرامج الانتخابية لمرشحي مجلس الأعلى الإسلامي العراقي في مدينة الموصل ضمن قائمة تحالف الحدباء الوطني المرقم 205. سوف يكون لنا أيضا مرشحنا أستاذ منهل سعدي الجبوري، سوف يتحدث لنا عن برنامجه الانتخابي ولماذا دفع نفسه لتصدي لهذا الأمر خلال ترشيحه لمجلس المحافظة بعد أن رأى بأن هناك تقصير وإهمال في تقديم الخدمات. موصل تعاني رغم هناك في الآونة الأخيرة نوع من الإعمار، ولكن أيضا هناك نقص كبير في الخدمات الأساسية سواء كان في الماء والمجاري والكهرباء والصحة والتربية وهذه المعوقات. معنا الآن أحد أبناء الموصل الأستاذ صالح الجبوري، سوف يتحدث لنا عن الموصل وما تعانيه. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن يعني تتحدث لنا عن ماذا تحتاج الموصل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الأيام وفي هذا الشهر المبارك الموصل تعج بالحركة الاستثنائية ألا وهي الاستعداد للانتخابات المحلية، وهذه الانتخابات هذه دلالة على أنها حالة صحية وإيجابية بعد أن عانت محافظة نينوى ما عانته من ويلات ودمار وخراب من خلال اجتياح الخفافيش السوداء لهذه المحافظة. اليوم والحمد لله نلاحظ أن شوارع المدينة امتلأت بصور المرشحين، وكذلك الشباب الموصلي بدأ يتنافس من خلال برامجه الانتخابية ومن خلال ادعاءاته الخدمة للمحافظة. محافظة نينوى بعد أن تم تحريرها والحمد لله كانت عبارة عن جثة هامدة، مدينة مدمرة، أنقاض مدينة، والآن الحمد لله بدأت تتعافى من خلال همة الخيرين والشرفاء وكذلك اهتمام الدولة واهتمام الحكومة المركزية والحكومة المحلية في إعادة إعمار ما يمكن إعماره من خلال البنى التحتية وكذلك ما تحتاجه المحافظة. إلا أن هذا لا يعني أن المحافظة اكتملت من خلال البناء ومن خلال الإعمار، حيث أنها لا زالت هناك بعض الاحتياجات، ونأمل جديا من إخواننا المرشحين والذين هبوا لهذه المساهمة من خلال دخولهم معترك الانتخابات، نأمل منهم خيرا في أن يمدوا يد العون لمناطقهم ولأهاليهم ولمحلاتهم من خلال الإعمار، سواء ما تحتاجه من خلال البنى التحتية والتي تتمثل بالماء والمجاري والكهرباء وبعض الشوارع الفرعية في المحلات والأزقة، وكذلك لترميم بعض المدارس، وكذلك للتطوير، حيث أن مدينة الموصل هذه المدينة العملاقة، هذه المدينة العريقة، هي مدينة تبقى شامخة وزاخرة من خلال اسمها الموصل يكفي. نعم، قائمة الحدباء الوطني تسلسل 205 تضم كافة الكيانات والأحزاب، الآن تطالبون بالإعمار وتطالبون بتقديم الخدمات، هل لديكم ممثلين سابقين في مجلس المحافظة، في الدوائر الدولة، في المدراء، سواء كان في الماء ومجاري كهرباء صحة، الآن تردون تقدمون هذه الخدمات؟ وهذا السبب الأساسي والرئيسي الذي دفعنا وبقوة دفع تحالف الحدباء إلى أن يزج كوادره
وكذلك شبابه الخيرين الواعين المثقفين في هذه الانتخابات أملا واستحقاقا جماهيريا في أن يكون لنا ممثل شرعي وممثل قانوني وممثل سياسي في هذه المحافظة، حتى نأخذ استحقاقنا الجماهيري والسياسي، ومن خلال إن شاء الله بعد الانتخابات والفوز سيكون ممثلين هم الذين يكون يد العون لهذه المحافظة ولهذا الاسم العريق إن شاء الله. نعم، الموصل لديها معاناة كثيرة وخاصة في مركز المدينة، ماذا تطالبون من المرشحين في حال فوزهم؟ إن شاء الله في حالة فوز المرشحين نطالب أولا خدمة المواطن، الخدمة هذه الخدمة الشريفة الجليلة التي لا تقلل من قيمة الشخص وإنما تزيد وترفع شأنه عندما يخدم أبناء جلدته وأهله وناسه. هذه الخدمة هي مفتاح المحبة عند الناس. نطالب، أنا شخصيا أطالب وأتمنى وأطلب من كل مرشح إن شاء الله أثناء الفوز أن يفكر ويضع نصب عينيه خدمة المواطن. هذه المدينة هي عبارة عن مكونات، وهذه المكونات هم مع بعضهم متآلفين وهم يمثلون شدة الورد في العراق العظيم. خدمتهم يجب أن تكون خالصة لله، ويجب أن تكون خدمة غير مقرونة بأي تفاصيل أخرى. نعم طبعا، استمعتم إلى أحد الضيوف بأنه خدمة المواطن بالدرجة الأولى الأساس هنا في مدينة الموصل، مدينة المكونات. أيضا ننتقل إلى مواطن آخر سوف يتحدث لنا أيضا عن كأبن مدينة الموصل، من ماذا تشتكون؟ والله إحنا بالنسبة حاليا نشتكي من كثير ضعف خدمات، وهي أول شيء عندنا اليوم إحنا نفتقر للتعليم. التعليم اليوم أصبح بمدينة الموصل مهمش إلى أبعد الحدود. الأعمار ما يهمنا، إحنا اللي يهمنا أول شيء نكسب ود المواطن وقلب المواطن حتى تكون مصداقية بين المواطن وبين المرشح. فهاي المصداقية راح تثبت بهاي إن شاء الله الانطلاقة الجديدة لمجالس المحافظات، وراح يكون الوضع أحسن على الأيام الجاية والانتخابات المقبلة. اليوم احنا اذا ما نكسب ود المواطن اتجاه المرشح ماله راح نفقد المصداقية. فالمدينة اليوم انطلقت من الصفر، من بعد حرب داعش الغربان السود. اليوم المدينة تعمرت ونهضت بسواعد اهلها وبسواعد الناس الطيبة ودعم الحكومة المركزية، وان شاء الله نتأمل بالمجالس المحافظات انتقالة نوعية جديدة للانفتاح الى العراق، الى الواجهة اللي يستاهلها وتليق به. نحتاج إلى التعليم، التعليم من يا ناحية من يا جانب؟ اليوم التعليم يفتقر، الأبسط الأسباب هي أنه فقدان الكادر التدريسي بالمدارس. وأني كمواطن اليوم موصلي عندي أحد أبنائي لحد هاي اليوم إحنا مباشرين صار لنا شهر ونص بالدوام، لحد الآن مادة الإنجليزي ما فاتحها، والبارحة دخل عليهم أحد المدرسين يقولهم قيموا الطالب على موجب حركته بالمدرسة أنطوه درجة. يعني كادر التعليم التدريسي ما اليوم جانا على حساب المحسوبية والمنسوبية رجل جديد للمدينة نينوى، قام بنقل كادر التدريسي من داخل المدينة إلى خارجها. واليوم أغلب المناهج الدراسية تفتقر أنه ماكو كادر تدريسي لهذا الشيء. يعني فقط عندكم الكادر التدريس مثلا الجانب التعليمي. خدمات ماذا تطالبون من المرشحين أنتم كأحد يعني كمواطن موصلي، جانب الأيمن جانب الأيسر هناك كثير من المعوقات كثير من المشاكل؟ احنا اليوم نطالب مرشحينا ان شاء الله نتأمل بهم خير، وهاي الانتخابات ان شاء الله يعني واجهة جديدة للمدينة، فنطالب من مرشحينا المصداقية مع العالم وكسب ود الناس. انت اليوم اذا كسبت الناس وكسبت مصداقية الناس انت اليوم مشيت بالمسار الصحيح. اليوم وعود من اغلب ما احتراماتي من اغلب الناس اللي تجينا، فتح له المكتب ورشح وكمل ورا ما فاز بالانتخابات، غلق موبايله وغلق مكتبه وتتصل عليه ما موجود. فان شاء الله نتامل بمرشحينا وبهذه الدوره نتامل الخير للعراق بالكامل ان شاء الله. يعني
ما تطالبون مثل مطار الموصل حاليا بحاجة إلى مطار، وكذلك بحاجة إلى مثلا أقل شيء فنادق، لحد أن الموصل ما بي فنادق وكذلك احنا مستشفيات حتى. احنا العفو أستاذ، احنا اليوم المدينة اتعمرت بس شوارع فقط، لا بنى تحتية، لا كهرباء، لا ماء، لا مطار، لا مدارس. اليوم المدينة مشت نحو أجندات سياسية بالضغوط على 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 هذه المدينة. فإحنا اليوم نتأمل بمواطنينا أجمع أنه لازم نغير، لازم نطمح نحو التغيير لانتشال مدينة الموصل. اليوم الموصل ارتقت إلى 50%، فنتمنى ارتقاء 100% بإعمار المطار، إعمار المستشفيات، الكوادر التدريسية، الصحة، الكهرباء، هاي كلها تفتقر لها المدينة. فإحنا أمننا بالله بالله وبمرشحين الجدد وبهاي الانتخابات الموجودة حاليا. تمام. نعم المشاهدين الكرام، كما استمعتم مشاكل المصلين في مركز مدينة الموصل، وكذلك مطالباتهم للمرشحين الجدد، رسالتهم إلى المرشحين في حال فوزهم يجب أن يوعدوا أو يوفوا بوعودهم من أجل تقديم الخدمة للمواطن. معنا الآن أحد مرشحي مجلس الأعلى الإسلامي الأستاذ منهل سعدي الجبوري عن قائمة تحالف الحدباء الوطني تسلسل 21. نعم، سلام عليكم أستاذ. ممكن؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيرتك الذاتية المهندس منهل سعدي شيت الجبوري، مواليد 1968، رئيس مهندسين أقدم محطة كهرباء الموصل الغازية إنتاج الشمال. اشتغلت من 2002 في محطات الكهرباء، محطة كهرباء الشرقية وسد الموصل وبيجي الغازية، وفضل من الله سبحانه وتعالى أنه حاليا استقريت محطة كهرباء الموصل الغازية من تقريبا 8 سنوات، رئيس قسم التشغيل حاليا فيها، ونتأمل بهذه الانتخابات إن شاء الله يكون لنا حظ إذا الله سبحانه وتعالى أراد التوفيق بمنته وفضله إن شاء الله. برنامج الانتخابي شنو؟ برنامج الانتخابي آراء الناس يعني إجماع بالكل، وهذا واقع حال للمدينة. المدينة بعد طرد داعش الخبيث من المدينة صار عليها إعمار، ومع احترامي لكل المسؤولين ولكل القادة السياسيين من الحكومة المركزية ومن الحكومة المحلية، لكن الإعمار صار حقيقة بس على التبليط وشارع، أما بقية الخدمات كلها كانت متروكة لأسباب سياسية أو كانت لأجندات، يعني ما نريد ندخل بهذه التفاصيل. لكن اللي قاعد نشوفه أنه القطاع الصحي مهمل، القطاع التربوي مهمل، تبليط الشوارع بالمناطق اللي داخل المدينة أيضا إهمال كلش كبير، يعني تبليط صار فقط للطرق الرئيسية، أما داخل المناطق وكثرية المناطق السكنية اللي صارت بعد التحرير صارت هبة من البناء، ومناطق انضافت للمدينة كلها ما صار عليها لا تبليط ولا صار عليها كهرباء ولا مجاري ولا ماء. فنتأمل إنه إذا الله سبحانه وتعالى شاء وفزنا بالانتخابات راح نكون هذا الصوت ممثلين لناسنا، ونخدم كل شرائح هذه المدينة اللي تستاهل إنه نخدمها بالقلب وبالعين قبل ما نخدمها بأفكارنا وبيدينا. نعم، ذكرت أنت كمهندس كهربائي في حال فوزك بالانتخابات لدينا مشروع سد الموصل، ربما لو استغل بالشكل الصحيح سوف نستطيع أن نغذي الموصل بالكهرباء وكذلك بقية المحافظات. لماذا عدم الاعتماد على سد الموصل في هذا الجانب؟ سد الموصل حقيقة يعني هو من السدود اللي كانت يعني في بداية إنشاؤه بداية الثمانينات ونهاية السبعينات، كان من السدود العملاقة في الشرق الأوسط مو بس على مستوى العراق. لكن المشكلة حاليا اللي نعانيها هي مشكلة المياه. اولا هذه السنين كلها تقريبا عجاف، امطار قليله جدا، فصار اعتماد السد بالتشغيل الطاقه الكهربائيه اعتماده على الماء، فالماء صار حصرا وحكر من المنافذ الرئيسيه من تركيا ومن شمال العراق، فصار جفاف في البحيره
يعني هذا اللي خلى إنتاج الكهرباء بي جدا قليل، وفي بعض الأحيان يعني تصل إلى أشهر شهرين أو ثلاثة يتوقف السد عن العمل بسبب قلة الماء. يعني مع اهتزازنا بكل المسؤولين، يعني كان الأولى والمفروض والأجدى أنه يصير تحاور جدا قوي حكومي بين حكومتنا وحكومة تركيا على حصات المياه اللي تصلنا، اللي نقدر بيها أولا تشغيل المحطات الكهربائية بداخل السد، وزائدا كل الأراضي اللي داير ما يدور السد اللي يغذيها السد. كان هناك مشروع ري الجزيرة الشمالي والغربي، هذا توقف أيضا العام بسبب قلة المياه، لكن إذا رجعت هذه الحصص ورجعت هذه المياه راح يكون لها إن شاء الله يعني حصة بالزراعة تغذي المدينة. والموصل معروفة يعني منذ الأزل أنه هي سلة خبز العراق. من ضمن برامجك الانتخابي اهتمام بالمواطن، من أي ناحية؟ اهتمام بالمواطن، المواطن حاليا أكثرية الناس يعني الغالبية في حال عوز، فقر شديد، يعني كثير مشاكل صحية الناس. فأول ما المفروض يعني أني كمسؤول أتكلم عن نفسي أولا مو عن البقية، ولا أقصد أي شخص يعني بأي مكان، المفروض يكون عملنا الدؤوب انه هذا المواطن يعني ننهض به اقتصاديا وصحيا وحتى تربويا. ابدا بهذا المواطن هذا لانه هذا بشر مثله مثلي، مثل ما اني استحق هو يستحق وغيره يستحق. فالمفروض اني قبل ما ابدا انه ابلط الشارع لازم هذا الشخص يكون مثقف، صحته ممتازه، وين ما يروح لاي مستشفى يلاقي الدواء والعلاج الصحيح. حاليا هسه مستشفياتنا ما شاء الله عليها، يعني اي واحد هسه يروح لها بس يريد الهزيمه من عندنا، لانه ما بيها نقص ادويه ونقص كادر صحي، وايش ما تمسك هو به نقص يعني بالمستشفى. اكثريه يتوجهون الى المستشفيات الاهليه، حتى التعليم صار اهلي. ابعاد سياسيه بهاي المواضيع كلش كثيره. فأني يعني أشوف أنه مني ومن غيري يعني أنه المفروض نبدأ بالإنسان قبل ما نبدأ بالشارع وبالبنى التحتية. صح لها أهمية كبيرة، بس الشخص والمواطن والإنسان له أهمية يعني عندي أكبر. من خلال التعليم، توفير المدارس، لحد الآن مدارس ماكو وكذلك الكادر ماكو، بالإضافة إلى أيضا خاصة الموصل بحاجة إلى بعض المراكز الخاصة ب يعني خروج قسم من أهالي الموصل من معركة داعش. هناك في حالة نفسية خاصة في الأيمن عندما تعرضوا إلى أكثر من 9 أشهر إلى صواريخ من قبل داعش، وكذلك تفجير بيوتهم وإعدامات اللي كانوا يرونه، هل يحتاجون مثلا تأهيل نفسي بهذا؟ والله المدينة حقيقة بالذات الجانب الأيمن يعني البناء والإعمار واللي صار بعد طرد داعش واستلام هذه الحكومات المحلية اللي تعاقبت من بعد 2017 ولغاية اليوم، صار الاهتمام بالجانب الأيسر أكثر من الجانب الأيمن. يعني ما أريد ندخل بتفاصيل سياسية جدا عميقة، هل هو مهمش متعمد أو مهمش لأسباب أو مهمش المهم الحقيقة واقع الحال أنه جانب الأيمن هو جانب مهمش من ناحية خدمات ومن ناحية المدارس، من ناحية حتى تأهيل الإنسان. كثير ناس بالجانب وبالمناطق القديمة راحلها آلاف الناس لغاية اليوم ما أخذ لا استحقاقه، ولا الحكومة أيضا قدرت تشيل الأنقاض وتطلع هذه جثث الناس اللي راحت أثناء القصف وأثناء تدمير داعش للمدينة. فالمفروض يصير توجه جدا قوي للجانب الأيمن أكثر من الأيسر. الأيسر ما شاء الله جانب كبير منفتح، الإعمار واضح بوضوح الشمس، لكن الجانب الأيمن كلتنا يعني أي موصلي وأي واحد عراقي هسه تسأله يقول لك والله الجانب هذا مهمش ومتروك ونسبة الإعمار به يعني لا ضئيلة جدا قياسا بالجانب الأيسر. مواطنين اشتكوا وطالبوا يعني من المرشحين ومن المطار الموصل، لحد الآن لماذا لم يكتمل المطار؟ يعني في حال وجود المطار سوف يكون هناك تنشيط لجانب الاقتصادي استثماري سياحي، وكذلك سهولة التنقل بين الدول. لماذا لحد الآن مطار الموصل مهمل؟
مطار الموصل يعني هو من النقاط الجدا مهمة في إعلاء يعني شأن هذه المدينة. يعني احنا حاليا هسه كل أهل المدينة إذا يريد يسافر لأي منطقة خارج هذا البلد فيطلع على مطار الشمال أو يطلع من بغداد أو كذا، في الحين ما احنا قبل داعش كان عندنا مطارنا أو قبلها كان مطار الموصل ما شاء الله مطار الناس كلها بالمدينة تتوجه له وطيران منه إلى كل أي مدينة تروح لها، وبالذات يعني أنا أخص بالذكر ما مناسك الحج والعمرة، أكثرية الناس اللي أعمارها كبيرة تتوجه للحج والعمرة، فتحتاج يكون المطار جدا قريب. طالما إحنا عندنا مطار المفروض يصير عليه يعني زخم قوي وكوادر تكون يعني شفتات صباحي مسائي ليلي تعمل عليه بجدية حتى يتنفذ هذا المطار ويكمل حتى يصير نصيب لهذه المدينة فيه. لكن أنت تعرف أكيد وكل الناس تعرف أنه أكو أبعاد سياسية وقوية جدا تحاول دائما تضع حجر العثرة بطريق الوصول إلى النتائج المحققة لإعمار هذا المطار ولإعمار أي شيء بالمدينة يخص. أكيد طبعا يعني لازم يكون لنا دور، إحنا دورنا إذا الله سبحانه وتعالى شاء وأراد أن نكون بهذا المنصب وراح يكون لنا دور في كل شيء وراح نخدم كل الناس. الموصل هي عبارة عن عراق مصغر فيها كل الأطياف، فكل الناس إحنا خدم لها، المفروض نكون قد هذا الكلام ونكون فعلا خدم مو بس كلام، فعلا انه نستقبل اي شخص كان سواء انتخبني او ما انتخبني هو ابن مدينتي وهو على راسي واني ابقى حتى لو اكون بالمسؤوليه، لان المسؤوليه هي تكليف مو تشريف. الانسان هو يشرف المكان اللي يجي بيها، يشرفها باخلاقه، يشرفها بعمله، يشرفها بخدمته الناس ومواطنيه. فان شاء الله نكون قد هذا الكلام وان شاء الله نخدم اكبر شريحه نقدر نخدمها بهذه المدينه اذا الله سبحانه وتعالى شاء واراد النجاح. هناك مسألة مهمة أيضا، لحد الآن العوائل الموصلية في خيام النزوح، هل سوف تعمل على إعادتهم في حال فوزك؟ لأنه أيضا يحتاج إلى خدمات، أغلبية النازحين يطالبون بالخدمات، أبسط شيء الشارع والكهرباء والماء، هل سوف يعمل؟ والله إن شاء الله تعالى يعني من أهم النقاط اللي يعني خلينا نعتبرها رأس الهرم في خدمة هذه الناس وبناء الإنسان هو إخراجهم من هذه المخيمات وإعادتهم إلى بيوتهم وإلى قراهم. الناس كلتها خرجت من رعب الحرب والقتل والذبح وبعد إنقاذ الجيش والحكومة وكل الناس اللي هبت للمدينة سواء من حشد وقوات أمنية وكل صنوف الجيش اللي قاتلت ببسالة، والله يرحم كل الشهداء ويشافي ويعافي كل الجرحى اللي سقطوا بهذه الحرب لطرد داعش الملعون. فلازم يكون هذه الناس لها حصة ونصيب، يعني خلينا نقول والله أنا يعني بالنسبة لي أعتبرها رأس الهرم إعادة هذول النازحين إلى قراهم وإلى مناطقهم وإعادة الخدمات اللي لهم من ماء وكهرباء ومدارس، وحتى سكناهم المفروض اللي يحتاج التعويض هي التعويضات ماشية عند الدولة بفضل الله سبحانه وتعالى من الحكومة المركزية ومن الحكومة المحلية، الكل يتابع والكل يركض، لكن إذا الله شاء راح تكون متابعتنا أقوى بهذا المجال، لأنه يعني رأس وهرم كل الأعمال هي هذه الناس وهذا النزوح وبهذا المطار وبهالصيف وكل من يرجع لبيته، وإن شاء الله نحقق اللي نقدر نحققه خلال خدمتنا للناس هذه. ننتقل إلى سؤال أيضا مهم، في الموصل هناك الجانب السياحي، يعني من بعض المناطق السياحية سواء كان في جبل مقلوب كذلك منطقة الشلالات منطقة الجزيرة، كل هذا مهمل، صح؟ شنو السبب؟ ماذا هل سوف يكون لك دور في ذلك من خلال يعني توفير مناطق سياحية ترفيهية للمواطن الموصلي كي يبتعد عن الذهاب إلى المحافظات من أجل التنزه وهناك مناطق سياحية موجودة؟ كلام صحيح حقيقة، هو الجانب هذه المناطق الترفيهية مهمل جدا
لكن بهذه الحكومة اللي المحلية اللي حاليا موجودة يعني ما شاء الله بدأت تشتغل مو بالمناطق اللي هي مخصصة لهذه الأماكن الترفيهية والسياحة، لكن بدأت يعني شفنا احنا في كثير مناطق في المثنى وفي الزهور وبرأس الجسر حدائق عامة، هاي حدائق عامة هذه بداية، لكن الأمر اعتيادي إن شاء الله. بس إحنا إذا ما نشتغل على الخدمات الرئيسية، الخدمات الرئيسية تكون أولى، لكن هذه نعتبرها أنه بعد ذلك للها شأن أيضا وللها حصة ونصيب عندنا إن شاء الله بالخدمة إذا شاء الله. فاعتيادي هذه المناطق السياحية لازم تكون لها يعني سمة وللها وجود بهذه المدينة مثل ما كانت قبل، والناس تعرفها وتروح لها أحسن ما الناس تطلع للشمال أو كذا، مع اعتزازنا بالشمال وبكل أهاليه وبكل ناسه وبكل مكان يعني بلدنا هذا العراق. لكن إن شاء الله يكون لها حصة بإعادتها وترميمها وبنائها إن شاء الله تعالى. نعم، هناك أيضا سؤال ربما الأخير يكون نينوى فيها كل المكونات والطوائف والأديان، وأنت من ضمن برامجك الانتخابي بأنه اهتمام بالمواطن. اهتمام بالمواطن يأتي أيضا بجانب تعزيز السلم المجتمعي بين المكونات، بعد أن حاولت العصابات الإرهابية تمزيق تلك اللحمة، هل هناك سوف يكون لك مشروع من أجل مثلا إقامة ندوات تثقيفية أو مثلا إنشاء مراكز لجمع بين الأقليات والمكونات وترسيخ هذه المبدأ اللي حاولت العصابات الإرهابية تمزيق هذه اللحمة الوطنية؟ والله إن شاء الله تعالى، لأنه فعلا هو هذا كان الوتر اللي لعبت عليه هذه العصابات واللي قدرت تتغلغل منه خلال وثبتت نفسها بالمدينة، ولكن الله سبحانه وتعالى أنقذنا منهم، خلصنا بسواعد الأبطال من كل صنوف الجيش والقوات الأمنية. هذا الموضوع لازم يكون له حصة رئيسية. العالم فضل من الله سبحانه وتعالى عرفت وتوضحت لها كل الأمور وكشفت الحقائق الزيفية لداعش وكل عصاباته المجرمة. الناس حاليا بحاجة فعلا مثل ما أنت قلت إلى ندوات وإلى تجمعات ونعيد هذه اللحمة اللي كانت موجودة بالأساس. يعني أنا أحكي لك عن نفسي، أنا بهذا العمر كنا بالمدارس والله ما كنا نعرف سني من شيعي، مسلم من مسيحي، من كل الطوائف، كردي من عربي، ما كانت تهمنا هاي الأمور وما كان لها حسابات عندنا. فإن شاء الله نرجع لذاك التاريخ ونرجع الأخوة والمحبة، لأنه إحنا أولا وأخيرا نبقى ولد هذه المدينة، سواء كنا عرب أو أكراد أو شبك أو أي صنوف أو موجودة وأي طيف موجود، كل الأطياف نعتز بهم وعلى رأسنا وكلتهم إن شاء الله الخدمة تكون يعني مقدمة للجميع سواسية، ما عندنا فرق بين هذا، لأن كلهم أخوتنا واللي يخدم أخوته يصير له شرف عظيم، وهذا الشرف إن شاء الله نناله إذا صعدنا بالانتخابات إن شاء الله تعالى. سؤال أخير ربما متأخر، من الذي دفعك للترشيح لعضو مجلس محافظة نينوى؟ والله اللي دفعني حقيقة الناس وجماهيري اللي أني أشتغل معاهم والمحيط اللي بي من عائلتي ومن كل أهلي وناسي وعشيرتي. حقيقة يعني كل هذه الأمور اللي حكينا بيها والأسئلة اللي جاوبنا عليها قبل هذا السؤال كانت هي المحور الرئيسي اللي دفعني وخلاني أتقدم لهذه الانتخابات وأرشح بها حتى أكون لهم الظهر الساند لهم ولأي واحد يعني في مجلس المحافظة، ونقدم أقل خدمة بسيطة نتشرف بها أمامهم كلهم ونرفع رأسنا، وما يروح يعني إن شاء الله كلامهم معانا إن شاء الله ما يروح مهب الريح، وإنما يكون كلامهم وتوجيههم الناس أقصد أهلي وناسي بطلبي للترشيح يعني يكون إن شاء الله كلامهم بمكانه، وإن شاء الله نلاقي هاي المقبولية ونتشرف بخدمة الجميع إن شاء الله. نعم، شكرا جزيلا لك على رحابة صدرك. نعم مشاهدينا الكرام، كما استمعتم إلى المواطنين وإلى المرشح، سوء الخدمات وكذلك وعود المرشح عن قائمة تحالف الحدباء الوطني تسلسل 205
رقم القائمة 205 تسلسل 21. كما تعلمون بأن الموصل بحاجة إلى هكذا اختصاصات وإلى هكذا شخصيات من أجل أن يقود المجتمع وكذلك يقدم الخدمات لهم. نحن وإياكم قد وصلنا إلى نهاية برنامجنا لهذا اليوم، نستودعكم وإلى اللقاء.